مرحبا بكم أيها الأحبة. حاليا الآن أنا في الفندق في مدينة الكويت، وإن شاء الله سنخرج بعد لحظات لزيارة أبرز المعالم السياحية في مدينة الكويت، وإن شاء الله أن تنال الزيارة إعجابكم. هذا مركز تسوق اسمه سوق شرق، نحن في شرق الكويت. هذا هو مول الشرق في شرق مدينة الكويت. سوق شرق مواجهة البحرية. هذا إذن سوق شرق في مدينة الكويت. هذه إطلالة على الواجهة البحرية والميناء في شرق الكويت من مول شرق. مول شرق أو سوق شرق. المسجد الكبير في مدينة الكويت.
الحين إن شاء الله سنزور واحدا من أشهر الأسواق التراثية في دولة الكويت وهو سوق المباركية. لحظات ونكون في هذا السوق، نستغل وجودنا في مدينة الكويت زيارة سوق المباركية الشعبي، فهيا بنا. هذا السوق أمامنا مباشرة الآن ونحن متوجهون إليه. يا الله يا لجمال التاريخ مع اسم درب الزلق، براحة بن بحر في عهد حضرة صاحب سمو الشيخ صباح الأحمد جابر الصباح. إذن هاي براحة بن بحر. سوق المباركية، ومن يزور الكويت لابد أن يذوق طعم الدرابيل الكويتية، وهي نوع من الحلويات. كم الكيلو؟ دينارين ونص. حلو أسعر شيء له. دينارين ونص. سوي لي كيلو. ولا نص كيلو ناخذ. كيلو كيلو. لا تبي هذه؟ شو ها؟ عشان كيلو هذا. هذا كيوي لا؟ كيوي المانجا الفراولة. لا لا. كفي هذا. كيلو هذا. ما شاء الله مساحة السوق واسعة جدا وعريضة، كل شيء موجود في هذا المجمع السوقي الكبير المباركية. هذا برج الكريستال، وهنا الباص السياحي. هنا الباص السياحي، هذا شارع سوق غربلي. الان ان شاء الله سنذهب الى سوق اخر اسمه سوق الصفات، تابعونا. طبعا الان بعض ثمار التين. هذا التين شوفوا مجمله، تين جميل. ونشوف إن شاء الله الآن وياكم نحن في الكويت نستغل أكل التين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سلام، تين رائع، التين والزيتون. أنصحكم بأكل التين، ففي فوائد عديدة. شكرا. هذا الكشك افتتحه الشيخ مبارك الصباح يوم 23 مارس، ونحاول ندخل نشوف شو فيه من محتويات ومقتنيات. ما شاء الله.
وهذا هو التفك، نوع البنادق لا يحمل أو يحوي إلا قذيفة واحدة. هاي البشتختة، هذه وحدة قياس ميزان اسمها كمال، هذا نموذج الكشك، سكين وفطام للغايص، الأجزاء متبقية من البيت القديم، نافذة وحائط، هذه الأجزاء متبقية. مجموعة طوابع وأطرف، أول هاتف دخل الكويت 1891 مصنوع في السويد. إذن هذا أول كشك للعرض والتجارة هنا في وسط الكويت. طبعا سمي سوق المباركية بهذا الاسم نسبة للشيخ مبارك آل الصباح. هذه إذن كانت جولتنا الختامية في دولة الكويت هنا في سوق المباركية. مطار الكويت. هنا أوان انتهاء رحلتي الشتوية إلى كل من تركيا والكويت عبر الطيران الكويتي، شاكرا لكل المتابعين والمتابعات تفاعلهم المثير واستجابتهم الرائعة لكل مقطع فيديو أو صور التقطتها خلال رحلتي الشتوية العائلية، آملا أن ألقاكم بإذن الله عز وجل في سفرات أخرى ورحلات ماتعة. مع أخوكم عبد الحكيم الشاعر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.